السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحاولوا نجاوبوا على واحد دو زيكزارسيس او دو كيستيون كونسيرنون لي نومبر كومبلكس، الاعداد العقديه. ياك الشباب، دونك خدينا هاد المهم هادي راه كبدايه بدايه تمهيديه للتمارين ديال الاعداد العقديه، دونك كتابه الاعداد العقديه على الشكل الجبري. دونك عندنا واحد دو كيستيون هنايا. قبل ما تكملوا الفيديو يمكن لكم تحبسوه وتجاوبوا على ليكزيرسيس، ومن بعد تشوفوا لا كوريكسيون. نبداو بالتصحيح. صحيح، اولا كتابه الاعداد على كتابه الاعداد العقديه على الشكل الجبري. دونك شنو هو الشكل الجبري؟ هو اذا كان واحد زد خصني نكتبها على شكل واحد اكس بلس اي ايغريك. على هذا الشكل هذا هو كيتسمى الشكل الجبري، حيتاش نورمالمون دابا هنايا كاينة زد ا كتساوي خمسة اكس اي، خمسة اي موانزا فاكتور اي بلس ا بلس تروا. هنا ما يمكنش نقول بان راه شكل جبري، هذا خصني نكتبو على هذا الشكل. لا بارتي ريال هذا ينتمي الى ار، زائد واحد اي جداء واحد كينتمي لار، يعني لا بارتي ايماجينير ولا بارتي ريال. مفهوم الشباب؟ دونك نبداو بالزد ا اللي كتساوي خمسة اي موانزا فاكتور اي بلس تروا. اش كتساوي؟ دونك كنمشي كنشر عادي جدا، كنشر وكنشوف داكشي. دونك 5 اي فوا اي، اي فوا اي سي موان زي، يعني موان 5 ياك. 5 اي في 3 سي 15 اي ناقص اي ناقص 3 ياك الشباب. دونك موان 5 موان 3 سي موان 8، 15 ناقص اي سي 14 ياك الشباب. ومن هو زد ا حنا لقيناه على الشكل جبري، ها هو، ها هي لا بارتي ريال، ها لا بارتي ايماجينير، على شكل اكس زائد اي فوا ايغريك. ها هي اي فوا ايغريك، سواء سبقت اي سواء التالتة ما عنديش مشكل، يعني هذا هو كيتسمى الشكل الجبري ياك. نفس القضية غادي نستعملوها زد دو. دونك ندوزو زد دو اللي كتساوي سبعة اي ناقص واحد او كاري. اش كتساوي؟ كنشر عادي جدا، سبعة اي او كاري بلس واحد او كاري موان دو فوا ست اي، جوج في ست اي في دو في ا. دونك ست فوا ست سي كارونت نوف، اي فوا اي اللي هي اي او كاري سي موان زا، يعني موان كارونت نوف ياك. بلس واحد ناقص جوج في سبعة سي ربعتاشر اي ياك الشباب. دونك كتساوي ناقص 43 زائد واحد سي موان 48 ناقص 14 اي ياك الشباب. دونك هذه هي زد دو، ومنه توصلنا للشكل الجبري للزد دو ياك. ها هو يا اكس، ها ايغريك فوا اي ياك، ها هي اكس فوا بلس ايغريك فوا اي. مفهوم؟ ندوزو للزد 3. دونك هادو غير ك امثله او تمارين تطبيقيه باش نفهموا هذا الجواب، هذا حيتاش هذا هو التمهيد ديال ليكزيرسيس. ملي كيعطوك شي ليكزيرسيس في الوطني هذا هو التمهيد. اول حاجه يقول لك اكتب على الشكل الجبري، اكتب عدد العدد العقدي التالي على الشكل الجبري. مفهوم؟ دونك موان اي سور دو بلس اي. دونك عندي اي في المقام خصها تحيد. باش نحاول نحيدها دابا انا كيبان لي هذا هو المرافق ديال هذا، دونك يمكن ليا ندير جداء ديالهم، اني نوحد المقام جوج موان اي فوا دو بلس اي. دونك هاد لابارتي ضربتها في دو موان اي سي سانك فوا دو بلس اي ضربتها في هادي، وهاد لابارتي غنضربها في الجهة الأخرى اللي هي تولي بلس دو موان اي فوا تروا موان اي ياك، اللي غادي تساوي المقام. دونك عندي ايدونتيتي غوماركابل، يعني ربعة ناقص اي أس اثنان، اللي هي ربعة ناقص ناقص زائد، يعني زائد واحد ياك الشباب. دونك الفوق خمسة فوا دو سي عشرة، زائد خمسة اي ياك، جوج فوا تروا سي سيس، ناقص دو اي ناقص تروا اي ناقص ناقص سي زائد، مع اي او كاري سي موان زان، يعني موان زان ياك الشباب. دونك كيبان هادشي راه غادي كيخرج، ربعة و ستنان سي ستاش زائد واحد سي سبعتاش. دونك كنشوف لا بارتي ريال، يعني لي نومبر ريال، عندي عشرة و ستة ناقص واحد نجمعهم، يعني خمسطاش. عشرة زائد ستة سي ستاش، ستاش ناقص واحد سي خمسطاش
هي 15. 5 اي ناقص 2 اي سي 3 اي ناقص 3 اي سي 0. دونك كيف ما كنشوفوها هي 5 اي موان 2 اي سي 3 اي، 3 اي موان 3 اي سي 0. دونك بلس 0 فوا اي يعني هادي غير زدناها وصافي، يعني عطاتنا على فاين يعني 15 سور 7. مفهوم؟ نتمنى ان هادشي يكون واضح. دونك زيد 3 مفهوم. دابا زيد 3 عطاتني واحد العدد اللي هو حقيقي بيغ. مفهوم؟ دونك سالينا لا بارتي ديال السؤال الاول. دونك دوزو دابا السؤال الثاني اللي هو اكتب على الشكل الجبري العددين ا و بي، ا بلس بي و ا فوا بي. هاد العددين الجبريين او العددين العقديين. دونك ندوزو دابا السؤال اللي بعد. دونك ثانيا عندنا ا كتساوي واحد زائد اي غاسين دو دو سور ان موان اي راسين دو دو، ياك. و بي كتساوي واحد على راسين دو دو موان اي موان ياك الشباب. دونك كيف ما كتشوفوا الا ضربت هاد بي هادي ضربتها في واحد اي، ضربت في اي وقسمت على اي، ياك، هي نفسها ياك الشباب. ضربت في اي وقسمت على اي يعني بحال ضربت في واحد، واحد عدد فوا واحد يعني راه نفسه. دونك كتبقى ليا اي الفوق على اي لتحت. الى نشرت اي على هاد لابارتي كامله يعني اي جداء العجب هذا اللي هي اي غاسين دو دو ناقص اي فوا اي، و اي او كاري سي موان زان يعني بلس ان، ياك الشباب. دونك هو منه بي غيولي عنده واحد الشكل جديد اللي هو اي سيغ ان بلس اي غاسين دو دو، ياك. دونك بي في المقام كيبان ليا هو المرافق ديال هذا ا في المقام، المقام ديال ا، مفهوم. دونك الا جيت درت الجداء ديال ا فوا بي، دونك ندير الجداء ديال ا فوا بي، نحط القيمه ديال ا اللي هي 1 بلس اي غاسين دو 2 سور 1 موان اي غاسين دو 2 فوا بي، بي اللي كتساوي اي سور 1 بلس اي غاسين دو 2. دونك ندير لا ملتيبليكاسيون عادي، ياك الشباب. دونك المقام فوا المقام والبسط فوا البسط. دونك هادي مضروبه في هادي اللي هي ايدونتيتي روماركابل، نكتبوها ماشي مشكل. غاسين دو 2 فوا 1 بلس اي غاسين دو 2، ياك. والفوق غتكون اي فاكتور 1 بلس اي راسين دو 2، ياك الشباب، اللي غادي تساوي. دونك هادي كيما قلنا ايدونتيتي روماركابل هي ا او كاري موان بي او كاري اللي هي 1 موان، نكتبوها هي او كاري اي غاسين دو 2 او كاري، ياك. الى نشرت هاد اي مع هاد العجب هادا تولي اي بلس اي فوا اي سي او اي او كاري، نكتبوها ماشي مشكل، اي او كاري فوا الغاسين دو 2، ياك. غتساوي لتحت 1 موان اي او كاري سي موان زان، ياك الشباب. دونك مع هاد الموان هادا تولي بلوس مع لو غاسين دو 2 او كاري سي 2، مفهوم. دونك كتبقى ليا الفوق هي اي، اي او كاري سي موان زان، دونك كتبقى ليا موان غاسين دو 2، مفهوم. دونك 2 بلوس 1 سي 3، يعني الا عملت ب 1 سوغ 3 فوا اي موان راسين دو 2، ياك الشباب. ومنه ا فوا بي كتساوي 1 على 3. سوا سبقت اي سوا ماشي مشكل، ولكن حنا باش نبينو الامور مزيان يعني كنبداو بلا بارتي ريال وكنزيدو ليها لا بارتي ايماجينار، يعني موان راسين دو 2 بلوس اي، مفهوم. ندوزو دابا ل ا بلوس بي، دونك هادي هي لا ملتيبليكاسيون ديالها. دونك نديرو ا بلوس بي، غنعوض كل واحد و القيمة ديالو. ا هي 1 بلوس اي غاسين دو 2 سور 1 موان اي غاسين دو 2، ياك الشباب. هادي هي ا بي بلوس اي المقام 1 بلوس اي غاسين دو 2. دونك هادو خصني نوحد، الا بغيت نجمعهم خصني نوحد المقام ضروري. دونك باش نوحد المقام خصني نضرب لي نوميراتور. دونك 1 فوا العجب هذا اللي هي 1 موان اي غاسين دو 2 فوا 1 بلس اي غاسين دو 2، ياك الشباب.
دونك النف بحال هكشي درنا في أ فوا بي، وكيف ما حسبنا في توحيد المقام يعني ضربنا هدف هذا اللي هو هذا أعطاني في الآخر اللي هو في الآخر 3، دونك ديريكتومون هذا الجبل اللي تحت غيعطيني كيساوي 3 في المقام، مفهوم؟ دونك الفوق غيعطيني هدف وهذا اللي هي أن بلوس إي غاسين دو دو أو كاغي، ياك، وهدف هذا يعني بلوس إي فوا أن موان إي غاسين دو دو، ياك الشباب. مفهومة؟ دونك لتحت ثابت هنا منو بأنه كيساوي 3، دونك أجي نشوفو هاد أن بلوس إي غاسين دو دو أو كاغي، نحسبوها أن بلوس إي غاسين دو دو أو كاغي، أش كتساوي لي هي أن أو كاغي بلوس هاد لا بارتي كاملة لي هي إي غاسين دو دو أو كاغي بلوس دو فوا تعجب يعني دو فوا أن فوا إي غاسين دو دو لي غادي تساوي واحد اي او كاري سي موان زان موان سي موان دو حيتاش راسين دو دو او كاري سي دو بلوس دو راسين دو دو فوا اي ياك يعني هي موان زان بلوس اي في دو راسين دو دو فهم دونك هادي هي لا بارتي الاولى عطاتني اللي هي موان زان بلوس دو راسين دو دو اي سوا سبقت اي سوا وخرتها ما عنديش فيه مشكل دونك نشر هذا العجب هذا اللي هي اي بلوس اي اي فوا اي سي موان زان موان زان مع هاد الموان سي بلوس يعني بلوس غاسين دو دو مفهوم الشباب بون ومنه نجمع لي بارتي غيال يعني غاسين دو دو مع موان زان يعني تولي هي غاسين دو دو موان زان ونفاكتوريزي بي بلوس اي فاكتور 1 بلس 2 راسين دو 2 ياك لو تو سور 3 ياك الشباب دونك هذه هي ا بلس بي باش نبينها اكثر يمكن لي نعمل ولا ماشي مشكل ندير ا بلس بي نبين لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير يعني اكس و واي دونك هذه هي راسين دو 2 موان 1 سور 3 دونك هذه هي لا بارتي ريال بلس i fois 1 plus 2 racine de 2 sur 3 ياك الشباب نتمنى ان هادشي يكون واضح دونك هادي هي a plus b وحسبنا a fois b اللي عطاتنا هي ان تيار فهاد العجب هذا يمكن لي ندير هي يمكن نكتبها هي موان راسين دو 2 سور 3 بلس 1 على 3 ولا اي 1 على 3 ولا المهم ما عنديش حتى شي مشكل حيت اصلا المولتيبليكاسيون كوميتاتيف كوميتاتيف فهم الشباب دونك وصلنا للنهايه ديال ليكزيرسيس اي حاجه ما فهمتوهاش يمكن لكم تخليوها في التعاليق وهذا الشيء اللي كاين وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.